يعني كلنا جالسين ما احنا قادرين نستوعب اسم المسلسل، ليه كده عملتوا فينا؟ انا نفسي كنت بتلخبط لحد وقت قريب قوي. يعني طب يعني ليش فكرة اسم المسلسل ده خالد نور وابن نور خالد، صح؟ قلت هي ولده. ولد نور خالد، ايه ليه؟ مين صاحب هي الفكرة؟ الفكرة. الكتاب كريم سامي واحمد عبد الوهاب، وهي الفكرة جديدة وانترستنج بالنسبة لي. حسيت ان هي فيها فانتازيا كده زي ما بيقولوا يعني، وكوميدي، ومع من اكتر النجوم اللي انا بحبهم انا كآية، يعني شيكو وكريم محمود عبد العزيز، كان نفسي اشتغل معاهم جدا. وحسيت ان هي يعني عصفورين بحجر كده، يعني هما الاثنين في بروجكت واحد، والدور كان مختلف وكان جديد، كان انترستنج. البروجكت كله كان موضوع المسلسل بالنسبة لي غريب ومثير يعني، فكنت حابة ان انا اقراه، وكنت مستمتعة وانا بقراه. كان في حاجات تضحك بجد واحنا بنقرا وفي البروفا وكده وبس، ومضيت يعني، وابتديت ان انا اشتغل على البروجكت. بس هو مش سهل ان احنا نفهمه ببساطة يعني، هو ممكن يبقى معقد شوية، او فكرته فيها الاحداث ما بتبانش على طول، بيبقى فيها مفاجآت كتير يعني. اوكي، بس هل كنت تفضلي لو كنت بدأت من اول رمضان، ولا ما بتحسي انه في مشكلة انكم دخلتوا من النص الثاني؟ دي أول مرة أنا يتعرض لي أي شيء أنا شغالة فيه في النص التاني، فأنا دي حاجة جديدة عليا وحباها، لأن برضو النص التاني بيبقى ليه حلاوته والنص الأولاني ليه حلاوته، فأنا جربت الاتنين فأنا محظوظة الصراحة. ايه لا، وانتوا كلكم يعني داخلين ما شاء الله، يعني اسماءكم قويه، يعني جاذبه اصلا الحمد للعمل لله انه الناس تتابع. الحمد لله. وانت المره دي كمان خلينا نقول يعني بتشتغلي كوميديا كوميديا، يعني انت ظهرتي قبل كده طبعا في الصفاره وكده، بس هنا انت عندك بطوله. يعني كيف وضعك مع الكوميديا؟ بصي والله مش هخبي عليكي، انا كنت قلقانه في كل مره، ببقى قلقانه زي اول مره، بس لما بتبقي مع ناس عندها فيجن او عندها رؤيه تحترم وتتعلمي منها وتفتح لك حاجه جديده في المنظور بتاعك للعمل، يعني ده شيء انا بتبسط بيه وبحس ان ده اللي بيعلمني بجد. فشيكو ممثل مجتهد جدا، هو وكريم الاثنين الصراحة يعني مجتهدين جدا، بس شيكو علشان كنت بقى يعني كان الدور ان انا طالعة مراته، فكانت اكتر مشاهدنا مع بعض يمكن. صح. اي ف بجد لما بيقعد يديني نصيحة او معلومة او اعملي كذا ما تعمليش كذا او شوفيها من الشكل ده او كده، ده بيفيدني جدا. والشغل مع استاذ محمد امين طبعا دي تاني مرة اشتغل معاه في كوميدي، يعني مم. الأول فرصة ما كانتش كوميدي، تاني مرة كانت كوميدي واتبسطت جدا بالتجربة، يعني ما كناش رايحين نهزر وخلاص يعني، مم. كان لا في مشاهد دراما وفي مشاهد فيها مشاعر يعني ايوه وايموشنز وكده، فكنت حاسة ان انا لا انا بعمل حاجة وبتعلم كمان في نفس الوقت.